القمش كافر مرتد، عصيد كافر مرتد، وقد كفرت جماعة من المرتدين الملعونين وهم المهدي بن بركة والجابري والعروي وعصيد واليزمي والشقر والكحل. هؤلاء كفار مرتدون ليس لهم الإسلام نصيب، هم كاليهود والنصارى. وعندي الحجج الشرعية القطعية البينة على كفرهم، كما أنني جمعت من أقوالهم وأفعالهم وتصرف. والسكوت على فتاوى التكفير ما يمكن يتفسر إلا بواحد من الجوج، إما أن الشخص المعني مصاب بخلل نفسي أو عقلي، وفي هذه الحالة خصو يتعالج ويدخل المستشفى وخاص تكلف به الدولة أو العائلة ديالو باش يتعالج من هذا المرض، وإما أنه مسخر من جهة ما كتحميه في الدولة. فما يمكنش أنا نتخيل أن واحد الشخص كيكفر زعماء سياسيين ومثقفين وفنانة وكيدعو للقتل ديالهم أو الترهيب ديالهم والدولة كتبقى كتفرج فيه، هذا غير ممكن. بالنسبة لي إما أنهم كيعتبروه مجنون وفي هذه الحالة كيخليوه ولكن ما عندهمش الحق يخليوه خصو يتعالج، وإما أنهم كيستخدموه في لحظات معينة ضد الفاعلين المدنيين والسياسيين في بلادنا، وهذا أسلوب احنا ما كنرضاوش به لبلادنا، لأننا كنعيشوا تجربة ديمقراطية اللي خصها تطور وتمشي نحو الأفضل. السلطات الأمنية خصها تقوم بالدور ديالها في الحماية ديال السياسيين والمدنيين النساء ورجال وأطفال، وحماية الحق في التعبير عن الرأي، لأنه في النهاية مجرد رأي والرأي حر كما هو معلوم. ولكن استعمال التكفير ضد المثقفين أو السياسيين أو الفنانة هو عمل جبان، سبب ديالو انعدام الحجج والبراهين الكافية. الإنسان اللي كيحس أن الحجة ديالو ضعيفة والموقف ديالو هش هو اللي كيلجأ للتكفير وكيلجأ للعنف الرمزي والعنف المادي. أما الإنسان اللي كيعتقد أنه الفكرة ديالو واجهة مطابقة للواقع غدا مع التاريخ مع التطور الأحداث وعنده من القرائن والحجج ما يكفي باش يدافع عليها، فهو كيكون مطمئن وما كيحتاج شيء للجوء إلى العنف.